بيان عاجل جدا من الجيش المصري والسوداني وتحرك عاجل منذ قليل وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن مياه نهر النيل ويطلق التحذيرات الأخيرة ننشر التفاصيل ورئيس معهد الفلك المصري ينشر مفاجأة هل مصر دخلت حزام الزلازل أم لا والتفاصيل الكاملة حول سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن الزلزال واستقبال أسطوري لبيج رامي في مصر تفاصيل عن موكب وأسطول بيج رامي في القاهرة وهام منذ قليل هل تستعد مصر لزلزال جديد أم لا ننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل اكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معنا وبيان عاجل جدا من الجيش المصري والسوداني وتحرك عاجل منذ قليل في البداية عاوزين نعرف ان الجيش المصري والجيش السوداني عملوا مناورات قبل كده تسمى بين نصور النيل 1 ونصور النيل 2 ولكن في مفاجأة كبرى مصر والسودان الجيشان يقومان بعملية تدريبية يعني تسمى بحارس الجنوب اللافت في هذه المناورة هو الاسم اسم حارس الجنوب حارس الجنوب طب يعني نتساءل كده هل حارس جنوب مصر؟ هل السودان مثلا تهدد مصر من الجنوب أم لا؟ أعتقد لا طيب ننتقل لدولة السودان هل السودان يعني في حاجة بتهددها من جنوبها؟ هنقدر نقول هنقدر نقول منطقة الفشقة منطقة الفشقة المبني عليها سد النهضة في اتفاقية وقعت عام 1902 بتنص على أنه يعني إثيوبيا لها الحق بالاحتفاظ بأرض مع عدم يعني بناء أي سد فمع بناء سد النهضة الإثيوبي أعتقد أن إثيوبيا يعني ليس لها الحق في امتلاك هذه الأرض الأرض المبني عليها سد النهضة فإذا يعني ملخصا حارس الجنوب هو اسم لافت ومبهر جدا ومقلق للجانب الإثيوبي نعرف تفاصيل هذه المناورة وأعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب المصرية السوداني حارس الجنوب 1 الذي ينفذ لأول مرة بين حرس الحدود المصري وقوات المشاة السودانية المدربة على حراسة الحدود ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية تجرى فعاليات التدريب حتى 29 من أكتوبر الحالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر وينفذ لأول مرة بين الجانبين وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية وتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين قوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وتعزيز المهارات بين القوات المشاركة من الجانبين كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا في مجال حراسة الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل يأتي التدريب حارس الجنوب 1 في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية المصدر معانا كان من RT احنا كده فهمنا ليه في مناورة بين مصر والسودان اسمها حارس الجنوب يعني في مناورة عشان اثيوبيا عاوزة تقوم بعملية الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاثة اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر انتقل مع بعض الخبر اخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن مياه نهر النيل ويطلق التحذيرات الاخيرة ننشر التفاصيل الآن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تهتم به مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل الرئيس السيسي أوضح خلال قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في أثينا أن قضية المياه قضية مصيرية
تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة في ظل البيان الرئيس الأخير الصادر في هذا الأمر عن مجلس الأمن الدولي. مصدر معنا كان من RT يعتقد أن هذه يعني التحذيرات الأخيرة، لأن أنا شايف بكل بساطة أن بعد الملء الثالث الأمر هيكون منتهي، ولكن يعني إن شاء الله مصر هتقوم بعمل شيء يعني مختلف، ممكن يكون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وممكن تكون يعني تحركات رسمية لتحييد قطر ملف سد النهضة والحفاظ على الأمن المائي بأي طرق من الطرق المصرية، ومصر قادرة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورئيس معهد الفلك المصري ينشر مفاجأة، هل مصر دخلت حزام الزلازل أم لا؟ قال رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية جاد القاضي إن مصر لم ولن تدخل حزام الزلازل، أضاف أن تأكيداته في هذا الشأن علمية. وأضاف خلال مداخلة مع قناة الحدث اليوم أن الزلزال الذي شعر به مواطنون في مصر وقع في منطقة بعيدة بمسافة كافية عن مصر بواقع 392 كيلومتر عن محافظة الإسكندرية، وأشار إلى أن عمق الزلزال الذي وصفه بالكبير نسبيا هو ما جعل عدد لا بأس به يشعر بالاهتزاز. وضح أن عمق الزلزال كان 65 كيلومترا من سطح الأرض، وأوضح أن هذا العمق الكبير هو السبب في شعور المواطنين في محافظة القاهرة بالزلزال بشكل أكبر. وأفاد القاضي بتسجيل تابعين للزلازل لكن قوتهما كانت أقل كثيرا إذ بلغت 3.4 درجة، أكد أن أحدا لم يشعر بهما على الأراضي المصرية. وفي وقت سابق أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية شرق كريت على بعد 390 كيلومتر شمال الإسكندرية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والتفاصيل الكاملة حول سرقة هاتف مراسل صحفي خلال بث مباشر عن زلزال. تسببت واقعة سرقة هاتف مراسل صحفي اليوم السابع المصرية خلال بث مباشر ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشر فيديو السارق وشاهده ملايين المتابعين في مصر على منصات السوشيال ميديا في وقت قصير بسرعة مكوكية، بعدما تمكن السارق من سرقة هاتف أحد المراسلين أثناء الحديث عن الزلزال الذي وقع صباح أمس. وقام السارق بعملية السرقة خلال فيديو مباشر من أعلى كوبري الدائري بجوار منطقة بهتين في شبرا الخيمة، حيث قام بسرقة الهاتف خلال قيادته دراجة نارية. وبعد سرقة هاتف المراسل في مصر تحول الموضوع إلى سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويعني هذا الحرامي بص لكاميرا التليفون بشكل يعني مضحك جدا، اللي هو بيبين صورته للناس، فده شيء يعني أعتقد أنه سهل على وزارة الداخلية القبض على هذا السارق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، واستقبال أسطوري البيجرامي في مصر، تفاصيل عن موكب وأسطول بيجرامي في القاهرة. حظى المصري ممدوح السبيعي الملقب ببيجرامي بطل ميستر أولمبيا لكمال الأجسام 2021 باستقبال حافل لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من أمريكا. وتوج بيجرامي بلقب ميستر أولمبيا الأسبوع الماضي للعام الثاني على التوالي ليصبح أول عربي وإفريقي يتوج بأهم لقب في عالم رياضة كمال الأجسام مرتين متتاليتين. واستقبل السبيعي في مطار القاهرة الدولي وفدا من وزارة الشباب والرياضة نيابة عن الوزير أشرف صبحي وإسلام قرطام رئيس اتحاد رياضة ستريت وورك أوت وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، بالإضافة لعدد كبير من أهالي قرية السبيعية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس بيجرامي.
وحرص الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر لتكريمه بعد الإنجاز التاريخي، واستقل بجرامي حافلة مكشوفة خصصت لتطوف به شوارع القاهرة احتفالا بإنجازه التاريخي حتى توصله إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الأهرامات. مصدر معانا كان من وكالات، نتمنى يا رب دائما النجاح للبيج رامي ممدوح السبيعي، ربنا يحفظه إن شاء الله ويحقق المزيد من الألقاب والمزيد من الجوائز لمستر أولمبيا. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام منذ قليل، هل تستعد مصر لزلزال جديد أم لا؟ وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي عن وجود توقعات بحدوث توابع هزات ارتدادية بعد زلزال أمس. وأضاف القاضي في تصريحات أن الهزة التي وقعت صباح أمس جاءت في شرق البحر المتوسط بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، والخط العرض 34.59 شمالا، وخط الطول 28.59 شرقا، والعمق 31.5 كيلومتر. وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن المعهد تلقى ما يفيد الشعور بهذه الهزة دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات. من جانبه يتوقع الدكتور هشام عيد أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية توابع للزلزال الذي وقع صباح أمس لكن أقل في القيمة، لافتا إلى أن الزلزال عميق ما أدى إلى سبب الإحساس العالي به على المسافات البعيدة. أوضح عيد أن الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الزلزال ترجع إلى أن هذه المنطقة نشيطة نتيجة التقاء اللوح التكتوني الإفريقي مع اللوح التكتوني الأوروبي، متابعا اللوح التكتوني يعني اللوح الأرضي. وأشار أستاذ الزلازل إلى أن منطقة الزلازل منطقة نشيطة زلزاليا، فمتوقع حدوث زلازل منها باستمرار، وسيكون في نفس المناطق وذلك في شرق كريت على بعد 360 كيلومتر شمال مدينة الإسكندرية. مصدر معنا كان من مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض ليه خبر أخير، وفي كان في خبر من فترة كده إن في صيدلانية اتهمت زميلتها بضربها بسبب الحجاب، فتعالوا نعرف التفاصيل. قررت جهات التحقيق العليا في مصر حبس الصيدلانية التي اتهمت زميلتها بوحدة كفر عطلة الصحية بالزقازيق بالاعتداء عليها وضربها بزعم عدم ارتدائها الحجاب. وقررت جهات التحقيق حبس الصيدلانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وبث ونشر أخبار كاذبة. كانت الصيدلانية حررت بلاغا تتهم فيه زميلتها بالوحدة الصحية بكفر عطلة بالزقازيق بالاعتداء عليها والتنمر عليها بسبب عدم ارتداء الحجاب. وتبين من تحقيقات جهات التحقيق العليا كذب ادعاء الصيدلانية، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للصيدلانية مقدمة البلاغ قالت فيه ان موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمين التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات واصفين إياها بتاعة الكلاب حسب ما ذكرت في مقطع فيديو المنشور لها. وطلبت في الفيديو الذي بثته الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقع. مصدر معانا كان من الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.